أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة بدي جديد معي عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات الخميس الموافق 28 سبتمبر، 28 أيلول، 28 تسعة 2023. توقعات برج الأسد، هتبتدي تحس بأنك مرتاح مع نفسك بشكل كبير، هتتمكن من أنك توجه نفسك بالتفاؤل عشان تشوف الصورة الكبيرة وبرؤية واضحة وبألوان انت تتمناها. حتى لو حاولت جاهد انك تخفف من انه صبرك بيخلص، هتبتدي تبقى الفايز، لان ورا كل الصبر النجاح والتفاؤل. هتزيد وهيعزز مستويات الطاقة اللي عندك. شعبيتك هتبقى بتجذب ليك اشخاص كتير جدا، هتعرف تساعدهم وهتعرف تكون معاهم صداقات كتيرة جدا في مستقبلك. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه مشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.